السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إلى ما بدأنا به أو نكمل إلى ما بدأنا به حول سلسلة تعليم المقامات، والآن مع حجاز. سنقوم بالعزف على الحجاز. الله للكوردات. ري مينور وأيضا سي بيمول، سول مينور و لا ماجور. وهناك يعني أكور باساج وهو ري مثلا. الآن مع الديمونستريشن، اخترت لكم أغنية فوق النخل. هذا مقام الحجاز، يعني من أسهل المقامات، يعني أعتبره من أسهل المقامات وأحلاها في نفس الوقت. المهم، كان معكم سيسينوفيتش. لا تنسوا الاشتراك في القناة. يعطيكم الصحة وشكرا جزيلا. المرة القادمة إن شاء الله.